في حدا هون؟ بدي مساعدة لو سمحتوا. تفضل. تفضل، كيف بقدر اساعدك؟ لو سمحتي وصل لي مسج على التلفون، بس البرنامج الناطق مش شغال، ممكن تقرأي لي المسج لو سمحتي؟ طبعا، دقيقة شوي. اوكي، شكرا. واصلك مسج باسم حبيبتي. حبيبتك بعثت لك مسج. اوكي. ساعد. ساعد انساني، انا مش مضطرة امشي مع واحد اعمى. بدي حدا يشوفني. كثير من ذوي الإعاقة بيعانوا من إيذاء المشاعر، ومرات بيكون بطريقة مباشرة. أخذنا رأي الجمهور، وكان السؤال لو كفيف طلب منك تقرأ مسج إجا على موبايله وكان محتوى المسج مؤذي لمشاعره، تقرأ المسج ولا بتخبي عليه؟ بقولك يعني بجوز إني أقرأ له إياه، خليه زي ما هو، وبجوز إنه يعني وأنا بقرأ تخطر بالي الشغلة يعني، وثاني وأقول له يعني بطريقة ثانية، طريقة أحسن. الرسالة هاي ما راح أوصل له إياها وما راح أجرح مشاعره نهائياً. راح يعني اوصل له اياها، يعني بقول له يعني انه بدك خدمه اي شيء، وين المكان اللي بدك تروح عليه اوصل لك اياه بوصله. انا بخبره انه في شخص يعني صاحب لك او صديق لك قريب عليك بده يبعد عنك. راح اوصل له الفكره انسانيه وليس مباشر عشان مشاعره، لانه الانسان مشاعر. بوصل له الرسالة يعني بأنه بقول له أنه جايك مسج، يعني بوصل له الرسالة يعني نفس النص تبعها، بس في حيث أنه ما أجرحه يعني. أنا بصراحة رح كون صريح معه ورح قل له وصلت لك رسالة كذا 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 كذا، حدا حكيك بهذا الأسلوب، بس هاي مش آخرة الدنيا. من جد صعبة يعني، كيف بدي أوصل له الفكرة؟ بدي أقول له أنت أعمى؟ البعض قالوا بقرأ المسج مثل ما هو لأنه أول عن آخر رح يعرف، والبعض قالوا ما رح أقرأ حفاظاً على مشاعره. مشان هيك عملنا تجربة اجتماعية لكفيف بطلب من الناس يقرأوا مسج على تليفونه لنشوف مين بيقرأ المسج حرفياً ومين بيحاول يخبي عليه. يعني بالعادة بعض المكان يعني على الأغلب هو واصل إيش ولا مش واصل؟ أنا مش فاهم. ياسر انت اعمى ما رح نسجل، شوف كيف بدي اعمل زيك، انا بدي اشوف مصيري. سو انا رايي سيبك منها، لانه شو بدك فيها؟ لانه شو بدك فيها؟ اوكي؟ لا تزعلوا ولا تاخذ حالك ولا شيء، ماشي؟ هي الموبايل. في حدا؟ كيفك عم؟ لا قدام؟ لا يا عمي، بدي اياك مشان تساعدني فيها. عمي انا بستنى مسج صوتي من صديقتي. أوكي. بس هي شكلها بعت مسج عدل، لان هزه التليفون متخلفت علي يعني. اوكي، بس بدي اروح اشوف شو في. ما في خافي؟ لا مشغل، عم بشغل. في عندك ثلاث مسجات، لو سمحت تقراي لي اياها. تليفونك معلق يعني. ايش معلومة؟ وحدة هي؟ هي صديقتي اسمها نورهان. بتقول لك اصبع هي مسج شوي قاسية نوعا ما. يعني كيف يعني؟ بتقول لك ما بقدر اكمل معك، وانا ما انا بدي حدا يشوفني، شوف طريقك مع وحدة. بس فهميني هي كاتبه هيك؟ تعال هلا بقرا لك المسج على رواق. اوكي؟ لا اقرا لي اياه ولا اقرا لي اياه. تعال تقعد هناك عشان ما حدا يدعس. لا 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 تعال معي، تعال معي. لا 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 خلص خليني هون، خليني هون. بس احكي عيدي لي ايش 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 ايش, إيش في بالمسج، عيدي لي. ليش هي كاتبه هيك؟ ما بعرف، بس هي ما تعال عشان مي هناك او عصير. رح اعزمك على عصير انا. تعال معي. لا لا شكرا شكرا، لا خلاص مش مشكلة، شكرا شكرا. لا يا زلمة ما حد بدك هيك يعني. سوري بس يعني هو كلام يعني عارف بنات وكلام. اوه يعني انه ببساطة انه
هي ما بتقدر تكمل معك او شيء زي هيك. يعني اقرا لي المسج. اقول لك اياه حرفيا؟ يعني عشان مش فاهم. طب اوكي سوري انت اسمك ياسر يعني. ما بقدر اكمل معك لانك اعمى وانا بدي حدا يشوفني. طب يعني مشكلة يعني هي فصراحة يعني. انت متأكد من المسج هيك؟ هلا هو لسه كمان كملت يعني. ايش في؟ بس معقول مين هاي البنت يعني؟ هي البنت انا بعرفها انا وياها بنحكي مع بعض. طب على اي اساس بعثت لك المسج وانت عارف انه انت مهم يعني هي هيك بعت متأكد انا مش مصدق انا. هدي يا زلمه مالك هدي قال لك اعمى كتبت لي يعني طب يعني مش لي ادم انا طيب سوري بس بتعرف مثل ما شفتوا واحد حكى له تليفونك طافي وواحد حاول يبرر له المسج والباقي حكوا له المسج بصراحه. المشاعر شيء مهم للإنسان ومن حق ذوي الإعاقة نتعامل معهم بطريقة ما تجرحهم ويكون في أسلوب راقي للمحافظة على مشاعرهم.